حملات تلو حملات وتهديد ووعيد والحال كما هي. ميليشيات مسلحة طليقة وعاصمة مختطفة تبحث عن الأمان في ظل وطن يعاني الأمرين، فقر وانعدام الاستقرار، ما دفع بالأجهزة الأمنية والعسكرية إلى تدشين حملة أمنية واسعة في المدن والمحافظات اليمنية سعيا للحد من حالة الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد. ما بالنسبة لأعداء رجال الأمن حول المسلحين وغيرهم، تمام، فأنا أكد لك أنه لا يوجد أي استثناء، وأن المواطنين سواسيه أمامنا، لا يوجد أي استثناء لا للشيخ ولا الكبير ولا الصغير، وإن شاء الله ينعموا بالأمن والاستقرار هذا المواطنين ويحسوا به في خلال تعايشهم اليومي. تفاءل الناس بانطلاق الحملة الأمنية علها تحد من الفوضى التي هددت الأمن والاستقرار، لا سيما بعد تزايد اغتيالات القيادات العسكرية والأمنية التي تجاوزت المئات في محافظات عدة، فضلا عن استهداف المدنيين بأدوات تنوعت أساليبها ما بين الأحزمة الناسفة والدراجات النارية والسيارات المفخخة والحوادث المرورية المدبرة التي جعلت من حياة الناس جحيما. من أمس بدأت ألمس تحري، بعض التحري، وأتمنى على رجال الأمن ككل أن يقوموا بواجباتهم الأمنية وأن يحفظوا أمن اليمن، فهذا شيء أساسي. الأمن والاستقرار هو أساس كل نمو وأساس كل ما ينبغي أن نلتزم به جميعا، وأن نعين نحن كنواب وشعب وغيرنا، نعين الأمن في سبيل القيام بواجبهم وفي سبيل الأمن والاستقرار. الأجهزة الأمنية والعسكرية أكدت أنه سيتم التعامل بحسم مع من يحملون السلاح ودون ما استثناء، إلا أن هناك من يرى أن القانون يطبق على الضعيف، بينما الميليشيات المسلحة لا تزال تسرح وتمرح في العاصمة ضاربة بالقانون عرض الحائط. وهذا وضع يعني الكل يشكون يعني في كل محافظات الجمهورية مش في اليمن فقط، وهذا يعني سبب التسيب الأمني وما فيش يعني حزم من الحكومة، لكن نعمل إن شاء الله الأمور تبشر بخير إن شاء الله. أصحاب سيارات الأجرة وغيرها من سائقي السيارات تمنوا على الأجهزات الأمنية والعسكرية مواصلة حملاتها لينعم المواطن بالأمن والأمان وتعود السكينة يمن الإيمان. أتمنى أن يتواصل، لأنه الآن ما بنلاقيش الموترات والمخالفين كلهم، بس إحنا خايفين بعد أسبوع أسبوعين لما تنتهي الحملة يرجعوا مثل ما كانوا، فلو تكون متواصلة هيكون أفضل. إذا واصلوا في نفس المسيرة وبنفس العزم أعتقد إن كان يومين يفلتوا ما بش بخرج. وما يثير الغرابة في حال المشهد الأمني أن الدراجات النارية والسيارات المجهولة لا تزال تتجول في مختلف شوارع العاصمة، بل وصل الحال بالبعض منها إلى تحدي رجال الأمن الذين يؤدون واجبهم في مختلف النقاط العسكرية والأمنية في العاصمة. أصبح المواطن اليمني يتوكل الأمن والاستقرار بعد حالة الانفلات الأمني التي سادت عدد من المدن اليمنية واستهدف فيها عدد من القيادات العسكرية والأمنية، آملين من هذه الحملة الأمنية أن تستمر أطول فترة زمنية. مختار الخطيب، اليمن اليوم، صنعاء.